والاي والكي دوم ليبت سوليد، بينما البي والسي ووتر سوليد. يا سلام يا دكتور الكوربيه، انت ازاي تقول المواد دي؟ البي 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 ها البي يا اولاد ووتر سوليد. انتوا بتبشروا والله ظروفهم احسن. ها فيتامين بي 12 هتكتب جنبيها ووتر سوليد. ووتر سوليد في المايه. يعني فولي 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 فول يبقى فيجيتابل ولا انيمال سورس؟ يا خلاص فولي فولي يا ابني فيجيتابل سورس. الحمد لله فولي اسف بيحط الخس والخيار والفول والبطيخ واي حاجه فوق اي حاجه فوق اي حاجه بتستخدم النباتات. طبعا ايه مكرونه ممكن فول اسف يبقى الفولي اسف ها فيجيتابل سورس. تاني معلومه عنه ووتر سيلبل هعمل مقارنه. تاني معلومة ايه؟ ووتر سولبل. تالت معلومة فرق. ذا سيم ذا سيم ذا سيم زي نفس وظيفة فيتامين بي 12 اكسبت ليس له علاقة بالمايليشن. ليس له علاقة بالمايليشن. يلا ده انيمال ده فيجيتابلز. ده ووتر سولبل ده ووتر سولبل بيدوب في المية. دوت الاثنين مشتركين في الاسيد سينسس ديفيجن ماتيوريشن. بس كل الناس بيقول لك مش دعوه بالميلين. يا عم ماليش دعوه راجل جنبي يبقى ملوش علاقه بالميلين. طيب فيتامين بي 12 كان محتاج انترنسك فاكتور. لا 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 الفوليك بيقول لك ولا انترنسك فاكتور ولا نيل. انا كده كده همشي في الامعاء. يبقى فيتامين بي 12 محتاج انترنسك فاكتور لكن الفوليك مش محتاج انترنسك فاكتور. فيتامين بي 12 بيمتص من الاليا والحديد يمتص من اليورين. يبقى اكيد الفوليك من الجيجنال مكتوب عندك بس في صوره الكتابه انت بتتكلم عنها. يبقى امتص من الجيجنال مش جيجنال. تمام؟ يلا نعمل مقارنه تاني. يلا يا دكاتره ما تيجي نعمل الحديد وفيتامين بي 12 والفوليك. نعملهم بقى كلهم مع بعض كده. يلا الايرون مصادره انيمال فيجيتابلز والولايه الاطراف. طيب امال الفيتامين بي 12 انيمال فقط بينما الفوليك اسيد فيجيتابلز فقط. طيب الايرون كان اهم حاجه بيصنع الهيم الهيم هيموجلوبين. طيب فيتامين بي 12 هو الاخ اللي هو الفوليك اسيد الاثنين ووتر سولبل وظيفتهم نيوكليك اسيد فيجن اند ماك. فيتامين بي 12 طماع انا بعمل ماي. طيب الايرون بيمتص من يورين. الفيتامين بي 12 قال لك طماع محتاج انترنسك فاكتور ممتص من الاليا. الفوليك اسيد يمتص من الشجر. طيب الايرون بيتشال في الدم ترانس كورين. الفيتامين بي 12 بيتشال في الدم ترانس كوبالامين. طيب الايرون الفوليك اسيد ده الفوليك اسيد بيتشال بيتحول لماده اسمها فولينيك. اسمها يا ولاد فولينيك. الو احنا قلنا الايرون بيتشال على ترانسفيرين صح ولا هو اللي خلص؟ ترانسفيرين فوليك اسيد ترانس كوبالا قصدي ضربات البي 12 انا اسف. امال الفوليك اسيد بيدخل في الدم ويتحول لماده اسمها فولينيك. اسمها يا اولاد فولينيك. دي الاكتف فور الاكتف. يبقى الفوليك مش اكتف لكن الاكتف بتاعه مين؟ فولينيك. طيب افرض الايرون قل يعمل ايرون ديفيشنسي يعني نقص الحديد. افرض فيتامين بي 12 قل هيعمل ميجال وبلاستيك انيميا واسمها الثاني ايه؟ برنيشيس. لماذا سميت برنيشيس؟ عشان مشكله في الاعصاب. طب مين الشاطر يقول الفوليك اسيد لو قال هيعمل ميجال وبلاستيك فقط نط برنيشيس. حد يقول لي ليه؟ عشان ملوش علاقه بالمايلينيشن. يبقى هو ميجال وبلاستيك نط برنيشيس. انا بعلم على كلمه ميجال وبلاستيك دي وكتب انت نط برنيشيس. نط برنيشيس. مش مكتوب نعم. عندي كرنو؟ ايه؟ هو بيعمل ميجا بلاستيك لان نوت ايه؟ برنيشيس لان هو مالوش علاقه بالمايلينيشن.
الفوليك اسيد ده كله على بعضه مش هتصرفه مش هتحطه مع حد تاني. فاهم؟ ووتر سولفر ولا ليفت سولفر؟ مصادره ماشي. هل محتاج انترنسيك فاكتور؟ هل محتاج اتش سي ال؟ درجه غلبان ميزانه ماشي، حد ممتص من ماشي. حاول في جسمك الى حاول الاكتف فورم. الاكتف فورم اسمه ايه؟ عايز بقى واحد او واحده عشان المره الجايه اعمل لي جدول بين الثلاثه. طيب بعد ما يتحول للفولينيك بيشتغل في زي فيتامين بي 12 نيوكليك اسيد سيل ديفيجن مان ليس له علاقه بال اخر خطوه ان هو الديفيشنسي بتاعه يعمل ميجالو ولا برنيشيوس؟ ميجالو. لماذا لا تحدث الحمد لله كده خدنا كام فيتامين؟ الثالث فيتامين سي. يلا يا دكتوره قولي لي انت فيتامين سي وظيفته ايه؟ بقايا فيتامين بي 12 كده تعالى فيتامين بي 1 فيتامين بي 2 فيتامين بي 3 فيتامين بي 6 فيتامين الباقي مش علينا الحمد لله. بس هو بيكتب لك جمله على السريع اسينشال فور ماتيوريشن. ايه ماتيوريشن؟ بيعمل نضوج يا سلام. بتكتبها ليه؟ يعني لازم خوازيق يعني اكيد بقايا فيتامين بي بتعمل ماتيوريشن. طب احنا خدنا 12 وخدنا الفوليك. على فكره الفوليك ده يا جماعه احد اعضاء فيتامين بي 12 يعني الفوليك هم 12 واحد. الفوليك ده واحد منهم بس مش هو رقم اسمه فوليك بس. يبقى هم 12 واحد. خلاص يا ابله؟ منهم واحد اسمه ايه؟ واحد من 12 بس مش فاهم ايه؟ لا ما اعترف بمجد الاعتراف. يبقى يا جماعه عندنا فيتامين بي 12 والفوليك اسيد ملوش رقم ده واحد من العين. وبقايا فيتامين بي 12 تعمل ماتيوريشن. سي بيحول ايه لايه؟ الفيريك للفيروس. كل الفيتامينز اسمها على بعض ايه؟ ماتيوريشن فاكتورز. يلا بقى نكمل كده. احنا كنا بنتكلم في موضوع اسمه اوليسموليزيس. يلا يا عم قلنا السايت وقلنا الفاكتور. يلا بقى الفاكتور كان كام حاجه؟ اول حاجه مين؟ هيبوكس اللي خدناها الحصه السابقه. الدايت عايزين الدايت اول حاجه قلنا ثلاثة اتش واحده دي الفاكتورز افكتنج الاوليسموليزيس. يلا اللي بتتكلمي 3 اتش واحده دي اول اتش الهيبوكس يا عم. تاني واحدة دي اللي هي الدايت. خدنا البروتين متر كام متر؟ حديد اير الكبر النحاس الكوبر المشع. طيب بعد ما خلصنا الكوبر خدنا الفيتامينز كام فيتامينز؟ ثلاثة أربعة. فيتامين ب 12 الفوليك اسيد أحد عائلة فيتامين ب. وبعد كده فيتامين سي وبقايا العيلة ماتيوريشن. كده خلصنا مين؟ الدايت. فاضل لنا الاثنين اتش اللي فاضلين اللي هم هرمونال فاكتور. اكتب على هرمونال فاكتور سؤال نظري لوحده. هرمونال فاكتور هو ماتيوريشن هي يلا يا عيال جدول ايه عايز المره اللي جايه لو واحد عمل لي جدول محترم ما بين الايرن وفيتامين بي 12 والفوليك اسيد انا سيب السنه الجايه باسمه في المذكره بس جدول محترم خط حلو وترتيبه ومنسق بالالوان زي الورق اللي انا بعمله. عايز كلام خليك تمضي عليه كده تحت حسن ابو ليف ده مثلا شكرا يا ابني احنا لما كنا بنسالونا زيكم انتوا عندكم السنه دي مثلا انا دخلت لقيت واحد في سنه ثانيه بينصحك بيقول لك في محاضرات في كورسات في ريكورد صح؟ الحمد لله بس ما شاء الله بدل الريكورد اربع خمس دكاتره وناس من بره الكليه بتشرح وناس من قصر العيني ويعني مواويل ده انت عندك في الريكوردات دي ممكن توصل ل 13 دكتور ما عرفش سين جيب صاد عين لام غير الريكورد انتوا كمان عندكم حاجه ثانيه انتوا بتاخدوا الريكورد سنه في سنه طازه طازه
يعني ممكن تلاقي الحصه بتاعت النهارده هتنزل مثلا كيس او واحد ياخدها من واحد. احنا ايامنا يا معلم كان هم تو سورسز فقط. ايه هم؟ كان على ايامنا يا اما محاضره يا اما دكتور بيدي في الاسماء، يعني كان هو عباره عن محاضره برضه بيدي في بيدي كورس. المهم ايه؟ ضمن مصدرين بس يا تاخد يا لا يا لا، كانت المحاضره تبقى احسن طبعا. ليه؟ المحاضره انت كده كده عندك بدل الدكتور 10 بيدخلوا، فيمكن تفهم شطر تسيب شطر. ما كانش عندنا مفيش نت، احنا كان على ايامنا على بدايه النت كان المنتديات. هو الشلل بقى، الشلل اللي هو تقعد تحمل. كان عندنا النتكات على رابت شيخ بقى، رابت شيخ؟ اه شلل رابت شيخ ده بقى ايه، النت يفصل كده تلاقي ايه؟ تروح كل حاجه كل حاجه تقع. اه كان عندنا ايه؟ النت ده مثلا بيبقى يعني احنا عيال الفورم اللي على النت. انا كنت بذاكر ازاي زمان يعني عشان ما اكتبش عليكم. اللي خلاني ان انا افهم السيولوجي من سنه اولى كنت بروح احضر في القصر العيني، بس طبعا كان سفر بقى متعب عليا. فكان على ايامنا في تسجيلات، تسجيلات ازاي بقى؟ عارفين الشريط؟ في شريط شريط تسجيل كده. فكان ايه مثلا وصل واحد هناك جمع لي خدنا هيبوكس، اثنين خدنا الدايت، ثلاثه حط ليش هرمونال، يعني هرمونال هرمونات. اكتب دي سؤال ممكن يجي لوحده برضه. هي الاس بويسز بصراحه كلها مهمه. ست هرمونات يا ولاد، كام هرمون؟ ست. اول واحد الاريستوبيوتين. دكتوره لو جالك هرمونال فاكتور ذات افكتنج الاريستوبيسز هتكتبي رقم واحد مين؟ الاريستوبيوتين. هل يا دكتوره هتسيبيه فاضي ولا هتكتبي سي بي 4؟ لازم يفور ولا فاضي، تنقله من ورا، تنقل الهيبوكس كامله. يبقى تنقله من ورا، تنقل تاثير الهيبوكس. طيب، تاني هرمون الاندروجين. مين الشاطر؟ الشاطر، تعالوا كلكم شطار وهتقولوها. الاندروجين بيزود تصنيع الار بي سيز ازاي؟ والله الاندروجين هيزود الاي بي او الاستروبيوتين. والاستروبيوتين لما بيزيد بيزود تصنيع الار ولا ممكن يجي لك اندروجين او اسمه الثاني تستستيرون. تستستيرون بكتبها حتى بالعربي جنبها دلوقتي. تستستيرون هو هرمون الذكوره، هو الاندروجين. طيب ثلاثه واربعه ثيروكسين جلوكو كورتيكويد. يعني ثيروكسين هرمون الغدة الدرقية. بص يا ولاد هناخد السنة الجاية الهرمونات. الثيروكسين ده شعاره ولعها ولع شعلتها شعل. حسن الأسمر كان بيغني أغنية اللي كان عنده حسن الجلد ولعها في حياتي يا عيني. طيب ولعها ولع شعلتها شعل. إيه بقى الغرض من الموضوع ده؟ الثيروكسين بيزود الميتابوليزم. إيه الميتابوليزم؟ طيب يخلي جسمك نار، خلايا كلها شغاله، اكتف 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 اكتف. طب لما الايض في الخلايا يزيد استهلاك الاكسجين يزيد، الاوتوميتاليزيشن. طب لما استهلاك الاكسجين يزيد يحصل ايه في الجسم؟ هايبوكس. الهايبوكس تعمل ايه؟ تزود الاستروبيوتين، هو بيزود الميتابوليزم. الطريقه الثانيه ان الثيروكسين دايركتلي بيشغل البون مارو. ايه بون مارو؟ نخاع العظام. يبقى انا يا معلم عندي طريقتين، يا اما هيزود الميتابوليزم، فلما هيزود الميتابوليزم هيزود الفوتو كونسامشن او يوتيلايزيشن. كلمه كونسامشن هي استهلاك، لو صعب عليك اكتبها يوتيلايزيشن، وبالتالي يحدث هايبوكس. يعني هايبوكس نقص الاكسجين. فاكر الحصه السابقه ان نقص الاكسجين بيزود الاسترو بيوتين. الاسترو بيوتين لما يزيد هيزود تصنيع الار زائد ان هو بيشغل مين؟ البون مارو. يعني ايه بون مارو؟ البول مره النخاع للعظام. لما البول مره يشتغل تصنيع الار بي سيز يزيد، هو بيزوده الطريقتين. طب امال مين الجلوكوكورتيكويد دي؟ وحتى شايف كلمه جلوكوكورتيكويد وتكتب جنبيها كورتيزول. كورتيزول كورتيزول وهو الكورتيزول نفس طريقه الثيروكسين. انقله بالحرف دايركت ستيمولييت اوف بون مارو. اثنين زود الجنرال ميتابوليزم استهلاكي للاكسجين هيزيد،
فالاكسجين المتبقي هيقل، فبالتالي يحدث هيبوكسيا فيزيد الاستروبيتين. نفس الكلام احفظهم مع بعض. طب يا كده كام واحده؟ اربعه خمسه. اسمعوا عن غده اسمها الغده النخاميه البيتيوتري. بيتيوتري جلاند. الغده النخاميه ترجمها بقى. بيتيوتري يعني نخاميه. طيب البيتيوتري بتطلع هرمون اسمه ACTH TSH FSH و LH. تعالى بقى نترجم. خدتهم؟ كلهم ولا يعني سكتش؟ ادرينو كورتيكو تروفيك هرمون. طيب اكتب بالعربي بقى يعني هرمون منشط للغده الكظريه. ادرينو يعني ادرينال جلاند، هناخدها الغده الكظريه عصور جلويه. ادرينو كورتيكو تروفيك يعني مغذي، هرمون يعني هرمون. الغده اسمها ادرينال كورتكس، الغده الفوكيليا اسمها ادرينال كورتكس. الهرمون اللي بيغذيها بس اسمه تروفيك. طيب امال تي اس اتش؟ ثايرويد ستيميوليتنج هرمون، يعني ستيميوليتنج محفز. طيب الاف اس والاس والال اتش هما اللي بيشغلوا الاعضاء التناسليه، الاعضاء التناسليه فلهم اسم تاني اسمهم جونادو تروبين. جونادو يعني كلمه جوناد يعني سكس اورجان، اعضاء تناسليه اسمها جونادز. ترجمها بقى عشان صعب عليك انا عارف، اللي هي جونادا الهرمون. حرف الاتش اللي عندك في المذكره يعني هرمون، جونادا يعني اعضاء تناسليه. افتح قوسين اللي هم الاف اس اتش والاتش. يا خوفي اللي هيجي لك الاختصارات، الاختصارات معترف بيها وممكن يجي لك بالاسامي برضه معترف بيها، لازم انت تحفظها. ادرينو كورتيكو تروفيك هرمون هو الاس اتش، منبه او مغذي للغده الدرقيه. تي اس اتش ثايرويد ستيمولاتنج هرمون، اف اس اتش وال اتش جلاند التروبين هرمون. ماشي كده كام واحده يا ولاد؟ فاضلين رقم سته. هيمو بايوتيك جروس فاكتور. هو زميلي كيف جروس فاكتور؟ عوامل نمو جروس فاكتور. الجروس فاكتور بتطلع، هتبقى معايا الجروس فاكتور بتطلع من فين؟ بتطلع من خلايا معينه في جسم الانسان. خليه اسمها ليمفوسايت، تمام فاهم؟ طب خليه اسمها مونوسايت. طب خليه اسمها اندوسيليا. طب خليه اسمها فايبروبلاست. طب بص احفظ الكلمه السهله عليك. ليمفوسايت ماشي، مونوسايت ماشي، اندوسيليوم ماشي، فايبروبلاست براحتك، احفظ واحده بس منهم. الليمفوسايت دي خلايا المناعه. المونوسايت برضه خلايا في المناعه. خلايا في المناعه. طب الفايبروبلاست تعمل فايبرس تشوف الفايبرس طبعا الياف. طب الاندوسيليوم خلايا مبطنه للاوعيه الدمويه. يا سيدي احفظ واحده منهم. بتطلع الجروس فاكتور دي. الجروس فاكتور دي يا جماعه بقى مش هرمونات، دي عوامل نمو خاصه بالدم فقط. بمعنى يا ولد هو الثيروكسين ده بيشتغل الدم بس والجسم ولا الجسم ككل؟ الجسم ككل. يبقى الثيروكسين ده جنرال، امال الجروس هرمون دي او الجروس فاكتور اسف سبيسيفيك، يعني سبيسيفيك يعني مخصوص. سبيسيفيك لمين بقى؟ الحاجه بتاعتها هي بتنشط الدم ولا بتكون جلد؟ لا بتنشط الدم، اسمها هيموبايوتيك. يبقى الهيموبايوتيك جلوس فاكتور عباره عن جلايكوبروتين، مواد بتكون جلايكوبروتين تطلع من خلايا جسم مختلفه بتنشط البومه. يبقى انا كده خدت كام هرمون يا اولاد بقى؟ يلا يلا طب اسمع اثنين. اول هرمون عندنا مين؟ الاستروجين. اشرح من رقم اثنين هرمون اسمه ايه؟ اندروجين. ده بيخلي الميل عنده اربس اكتر من الفيميل، هو تستوستيرون. الثالث اللي هو الثيرويد ستيميوليتنج هرمون. الرابع الثيروكسين انا اسف والجلوكوكورتيكويد بيزودوا الجنرال ميتابوليزم وبيزودوا البون مارو. طيب رقم خمسه البيتيوتري تي سي تي اتش تي اس اتش اف اس اتش وال اتش جروس هرمون لسه اقوله انتوا عندكم جروس هرمون هرمون النمو. طيب اخر واحده اللي هي اللي ايه؟ هيموبيتك جروس. في مشكله كده؟ طيب معلش الاي سي تي اتش هرمون بيشغل الغده الكظريه الغده الكظريه. الثيروكسين هو نفس الثيروكسين ثيرويد هرمون مش
في سيتش يعني. سيروكسين سيرويد هرمون هو بس. سيرويد هرمون هو السيروكسين يا جماعة. السيرويد هرمون هو السيروكسين. كده خدنا كام حاجة تعد معايا؟ هايبوكسي ها هرمونات فضل الثالثة بحرف الاتش خدنا الدايت خلاص اللي هي هيلسي ليفر هيلسي بون مارو هيلسي كيدني يعني هيلسي كيدني صح صح. بص يا ولاد اي واحد علشان يصنع ار بي سيز محتاج كام اورجان؟ ثلاثة. لازم الليفر بتاعه يبقى سليم، لازم نخاع العظام يبقى سليم، لازم الكليه تبقى سليمه. نبتدي بالليفر. الليفر هو مصنع، هو مخزن، هو مقبره. مصنع ايه؟ الليفر بيصنع، عد معايا. واحد بيصنع الاي بي او، يعني ايه بي او؟ اللي اسمه بيوتين. كم في المية يا ولاد؟ 15%. اثنين بيصنع الجلوبين. هو الجلوبين عباره عن ايه؟ عن هيم وجلوبين. مين بيصنع الجلوبين؟ الليفر. اللي هو بيصنع كم ماده لحد دلوقتي؟ اثنين. طيب كده روح مصنع. هل هو مصنع لحاجه ثانيه؟ اه. فاكرين يا اولاد ان هو كان بيصنع الار بي سيز؟ حد شاطر طيب يرفع ايده من امتى لامتى؟ خدنا احنا لو جانين في بطن امه من الاسبوع السادس للشهر السادس. خدنا كلمه دي من السادس للشهر السادس. تمام؟ طيب مخزن يبقى كده مصنع. طب مخزن ليه؟ عد معايا. بيخزن الحديد الزياده، بيخزن الكبر الزياده، بيخزن الكوبالت الزياده، بيخزن فيتامين بي 12 الزياده. يبقى الحديد لا الفوليك مش متخزن. الفوليك انت بتجيبه كل يوم في الفضاء عادي يعني، ما هو مش هنقول مش لازم الفضاء ماشي، بس الفوليك مش لازم ده غلط. هو بيخزن مين بس؟ لا زي ما هو مطلوب، بس كمعلومه ليك الفوليك مش اي قيمه. لان في كده بتاكل في الخضار، هو الواحد ما بياكلش كل الخضار يعني. تبقى مين؟ الايرن كفر كوبر فيتامين بي 12 تحط الفوليك عادي بس مش مشكله. ده كده مخزن. طب مقبره ايه بقى؟ خلايا الدم الحمراء مش كام يوم؟ 120. اتكسر فين؟ في الليفر والليفر. يبقى الليفر لو باظ يعمل انيميا؟ صح ولا غلط؟ خطا. ايه معنى انيميا دي؟ مفيش يسر ويتين. ادي واحد. مفيش حديد متخزن. اثنين مفيش لا تبقى مفيش اللي هو الحديد التكسير، مفيش هيموجلوبين. خلي بالك انت لازم تكسر عشان تبني، لازم تكسر علشان تبني، عشان التكسير بيطلع مواد خام تستخدمها تاني عشان تلاقي ريسايكل. يبقى التكسير اساس للبناء. يبقى انا هنم الليفر، لازم الليفر يبقى سليم علشان اصنع مخزن. مخزن ايه؟ حديد كبر كوبر وبعدين كل الاسيد. مصنع لمين؟ ريسترو بروتين جلوبلين والار بي سيز. الشهر كام لكام؟ هو السادس في الشهر السادس. المقبره مين؟ بتقول اه بزيز. يا اولا البول مارو. هتقول ايه يا حبيبي البول مارو؟ طيب امتى البول مارو يتدمر؟ لو العظم البول مارو بيتدمر ب 2 اي و 2 تي. تيومر وتوكسين. ايه تيومر وتوكسين؟ واحد عنده ورم في البول مارو، فعلا واحد حصل له تسمم الرصاص. طيب يا جماعه احنا عندنا تسمم الرصاص في مصر كلنا بما فيهم انا عندنا نسبه تسمم الرصاص. ليه؟ الرصاص موجود في عدم في الهواء بيطلع من العربيات، الرصاص موجود في الميه لان المواسير بتاعت البيت او المواسير اللي ماشيه في الشارع بتبقى حديد. حديد رصاص غير بيغيروها كلها بتبقى بلاستيك. تمام كده؟ الاكل اللي انت بتاكله بتبقى ملوثه بالرصاص. بص هتروح يمين شمال انت عندك تسمم بالرصاص. تختلف الدرجات بقى، انت عايش في منطقه صناعيه زي كان زمان حلوان والكلام دوت، فكان عندهم تسمم بخصوص عالي قوي. تمام؟ انت عايش في منطقه زراعيه بقى تسمم بخصوص قليل شويه عشان مفيش دخان والكلام ده كله. يبقى الرصاص الليل اشهر حاجه بتبوظ البول مارو. طب الاثنين اي انفكشن. ايه انفكشن؟ في بعض الفيروسات بتدمر البول مارو. انفكشن عدوى بكتيريا او فيروس. اخر واحده الاي الراديشن. ايه الراديشن؟ مش عارف طبعا. طبعا عارف العقليه بتاعتك دكتور على القنبله الذريه النوويه؟ لا يا عم الناس بتشتغل في المفاعلات الذريه. دكتور ما عندناش الا مفاعل النشاط الجوي، سيبك من مفاعل النشاط الشعبي. طيب هل حد تاني بيتعرض للاشعاع؟ اه يا جماعه ده جت مين؟ الاشعه. لو خاص اشعه 17 جنيه بدل ايه؟ بدل حمايه من الاشعه. بدل عجز. يبقى احنا عندنا كام حاجه بقى يا ولاد؟
انفكشن وانرجيشن يومر وتوكسين. باظ البول مره النهارده. صنع نوع من انيميا ابن كلب اسمه ابلاستيك انيميا. اسمه ولاد فظه مؤقته عم نشرحها ان شاء الله في الايه؟ يعني نو. يعني نو. بليزيا يعني انقسام. بليزيا يعني ايه؟ انقسام. مفيش انقسام للايه؟ مفيش انقسام للبول مره. طيب يعني البول مره توقف عن عمل مفيش انتاج. هناخدها ان شاء الله بالتفاصيل وكده. طب الكدني، حد يقول لي ايه علاقه الكدني بالتصنيع؟ طلع الاسم يوتين. طب ليه علاقه ثانيه؟ بتخلص جسمك من المواد التوكسينز. ايه توكسينز؟ طب افرض واحد لا قدر الله عنده انيميا، عنده رينا الفيديو فشل كده الجسم، هيجيله انيميا، علم واحد نقص الاسم بيوتين. مين؟ تراكم السموم. السموم دي لو تراكمت بتوقف الجول مره واحده. مش التوكسينز؟ يبقى ريتنشن اوف توكسين. ريتنشن يعني ايه؟ تراكم. يبقى تاني بقى يا ولاد، حد يقول لي اورجانز كده. الليفر مصنع، مخزن، مقبره. مقبره بعد 120 يوم. مصنع اس بي تي جلوبين ار ديسيز. تمام؟ مخزن حديد كبر كوبر فيتامين بي 12 فوليك اسيد. طيب. بالنسبه للبول مارو هو المصنع الكبير بتاعنا بيتدمر بثلاث اربع حاجات عشان مش مثال. دي واثنين واحد. توكسين وتيومر فيكشن وريديشن. طيب الكدني هي مصنع الاستروبوتين بتخلص الجسم من السموم. هو كتب لك العكس، لو حصل لينا الفيلير هيحصل تراكم في السموم فالبول مارو يتوقف عن العمل. ده في المرض. كده خلصنا الاس وايه؟ ويس. قول لي بقى كده كانت كام عنوان؟ ها؟ سايت سيبك منه، بعد كده مين؟ هايبوكسيا، بعد الهايبوكسيا عندنا هرمونال، بعد كده هيلسي ليفر هيلسي يعني سليم. ليفر مره كدني، وبعد كده خدنا مين؟ الدايت. تعالى ندردش كده في الهيموجلوبين. كلام سهل مقدمة للحصة القادمة. يومر يعني أورام. يومر يعني أورام. يومر يعني أورام. نعم يا دكتور. حد بيسأل حاجة؟ طبعا يا جماعة انتوا عارفين الهيموجلوبين ده البرنسبال والانستيتيوت اوف هارت ديزيز. يعني المكون الأساسي لكرات الدم الحمراء، مش الترجمة بس. المكون الأساسي لخلايا الدم الحمراء الهيموجلوبين. والانستيتيوت دي يعني مكون. عارف الهيموجلوبين كام في المية من سطح من الـ RBCs؟ 33% من الـ RBCs هتبقى هيموجلوبين. الناس اللي نايمه، الناس اللي نايمه تصحى. 33% من الـ RBCs بتبقى هيموجلوبين. طيب هيموجلوبين ايه؟ الاحمر الريد بيجمنت. طيب ريد بيجمنت ايزينوفيليك ولا بيزوفيليك؟ ايزينوفيليك. خلاص؟ طيب تعالى النورمال ليفل زي اسمك. حطوا عامل طبعا. حصل النورمال ليفل ولا لسه؟ طيب زي اسمك النورمال ليفل. بص يا سيدي صلوا بنعمة. الواد اللي لسه مولود نيو بورن قبل ما يسبع كده قبل السبوع اسمه نيو بورن. حديث الولاده عنده هيموجلوبين قد ايه؟ 20 جرام برسنت. علامه في الميه هي اياها دي سي ليتر، هي اياها 100 ملي بلاد. يعني كل 100 ملي بلاد كل 100 ملي دم هي 20 جرام، او كل دي سيليتر في 20 جرام. خلاص؟ خد بالك هو مش هيجيب لك الرقم غلط، الرقم صح. هيجيب لك بدل جرام يكتبها لك ايه؟ ملي جرام. وهتغلط فيه وممكن تفكر. يبقى 20 ايه؟ جرام بير دي سيليتر. طيب بعد شويه يبقى اسمه ايه يا ولاد؟ شايل. عيد شايل. لا انا اسف. بعد اسبوع بقى. بعد اسبوع من الولاد. بعد ما سبع عملوه السبوع الهيموجلوبين بينزل لكام؟ 15. حد يقول لي ايه؟ انا اشرح دلوقتي. يبقى بينزل لكام؟ 15.5. طيب وهشرح لك دلوقتي ليه؟ طب الشايل عيد شايل. زي ما اتفقنا من هو من ثلاثه لحد البلوم. بس هو كاتبها لك لحد 11 11 سبع سنين. المهم من ثلاثه لحد ايه؟ البلوم. يبقى كام الهيموجلوبين بتاعه؟ ها؟ 11. طيب تعالى نتكلم عن الأضل ميل وأضل فيميل.
الأدر تميل قد إيه؟ من 13 ل 17. طب الفيميل؟ من 12 ل 16. تمام؟ تعالى بقى نسأل نفسنا، الأرقام دي جت لفين؟ مين أعلى واحد فيهم؟ ماشي عملت 17 ماشي بس الكتاب العملي كتبها 17 والكتاب النظري كتبها كام؟ 18. نمشي مع مين؟ نمشي مع اي حد انت عايز تمشي معاه مش مشكله. طب مين اعلى واحد؟ لو حد كان بيقول لي اشمعنى النيو بورن هو اعلى واحد؟ دلوقتي انا عايش في بطن امه، عايش في بطن امه بيتنفس عن طريق في خون في ظهر ولا هو بيتنفس عن حد السن؟ ماشي يا عم حد السن ده بيجيب له اكسجين فين؟ بلا شن. بلا شن ده ليه ماشين؟ بلا شن ده اللي هي الماشين. بلا شن ده هي الماشين يا بابا. طب البلا شن ده بيجيب اكسجين من فين؟ من الرمل. يعني هو معتمد على الرمل فدايما الاكسجين عنده اقل، يبقى عنده هايبوكسيا. يعني هايبوكسيا؟ نقص اكسجين. واي عيان عنده هايبوكسيا سواء طبيعيه او مرضيه مين الهرمون بيطلع؟ يبقى عنده هايبوكسيا ريلاتيف انترا يوتراين هايبوكسيا. يعني ايه ريلاتيف؟ نسبية يا سامحان. ريلاتيف يعني ايه؟ نسبية. انترا يوتراين عندها في الرحم. طب ليه الاسبوع اللي فات نزل ل 15 ونص؟ هو نزل بقى وبياخد نفس ومحتاج ولا بيكسر زي ده؟ بيكسر. يبقى دي رادمال ديستراكشن. طب حلو. طب وصلت للتشايلد، ليه التشايلد عنده من 11 ل 14؟ ليه قليل؟ ليه قليل؟ علشان يا ولاد ما عندوش اندروجين، برو اندروجين، دكتور قصدك اكيد الميل. ما هو الاندروجين في الميل، خلي بالك الاندروجين برضه في الفيميل بس النسبة قليلة خالص. فيكاد ويشاء العليم القدير يا دكتورة يزيد الاندروجين عندك تقريبا من سيدته بايه؟ سيد. تضحك؟ ما انت عندك استروجين. يا ست ترجع اصلا تبقى ايه؟ سيده تبقى ايه؟ فاحنا يا جماعه الميل عنده استروجين والفيميل عندها ايه؟ اندروجين. مفيش ذكر كامل ولا انثى كامله. خلاص؟ هي نسب. بيبقى شويه وناعم كده وخفيف حلو وشعرك طويل ومنور صدق بتشيلني ابلة وشنب ودقني كده. يبقى يا اولاد تاخد الاحرام السنه دي ان شاء الله. الاطفال ما عندهمش ايه؟ ده مش بالغ بقى بينهم في ايه؟ ده عيل صغير. طيب ليه الميل عنده اكتر من الفيميل؟ عشان الميل عنده ايه؟ عنده والفيميل عندها ايه؟ مينستر سايكل. خد بالك دي مش مكتوب عندك اللي هو لو اندروجين دي في الاطفال. مكتوب عندك البي لو اندروجين. يبقى مين اقل واحد؟ ده سؤال امسك فيه جنب كده. مين اقل واحد؟ شايل. صح. مين اكثر واحد؟ نيو بورن. تمام. الميل ولا الفيميل اكثر؟ الميل. الو؟ انا عندي حس بقى مفصل. خلاص يا شطار؟ يبقى اكتر واحد عنده هيموجلوبين حديث الولاده، اقل واحد عنده هيموجلوبين للتشيلدرن، الميل عنده اكتر من الفيميل. اخر حاجه بحكمه من الله الارقام دي زي اسم، الارقام دي زي اسم تكوين الهيموجلوبين. هو الاستراكشر بتاع الهيموجلوبين بعض الدكاتره في المحاضرات مشرحوش بس احنا هنقوله عشان نتقسم. هو الرسمه بتاعته الناحيه الثانيه عند حضرتك. ذاكروا الرسم احسن. ذاكروا الرسم. ذاكروا الرسم. بص يا دكتورة عايز اصنع ايه؟ هيموجلوبين. عايز اكونه. هجيب مادة اسمها ساكسينايل كوي. اسمها ايه؟ هجيب اثنين ساكسينات كوين، محدش يسمعك عشان كده ضريح. واجيب امينو اسيد اسمه جلايسين، اثنين جلايسين. حلو. يتاخدوا مع بعض يعملوا ماده اسمها بايرول رينج، زي حاله البنزين مثلا. بايرول رينج. تجيب اربعه بايرول رينج، كم واحده؟ اربعه. يعمل لك مركب كده.
ليش اسمه بقى الحلقه دي؟ اسمها لا ماشي اسمها بروتو بورفرين. اسمها بقى بروتو بورفرين. تضربي عليها حديد، حديد بس ثنائي، بقى اسمها ايه بقى؟ هيما. ادي كده النص الاولاني. يبقى انا بقى عامل فيه ازاي؟ اثنين سبسنايد بوينت مع اثنين جلايسين ياخدوا مع بعض يعملوا رينج اسمها رينج. كل بقى عشان الكلمات تخلق بايرول رينج، بايرول رينج. جيب اربعه بايرول رينج حطهم مع بعض يعملوا لك المربع الكبير بالازرق اسمه بروتو بورفرين. اضرب فيه حديد في النص بس ايرن بروتو بورفرين اور هيم. حلو كده كونت النص الاولاني ماشي. في بقى عندي النص الثاني اسمه جلوبلين. الجلوبلين دوت يا ولاد او الجلوبين انا اسف عباره عن اربعه بوليبيبتايد. كام بوليبيبتايد؟ عارفين طبعا بوليبيبتايد يعني ايه؟ اللي هي سلسله تعديل البيبتايد. ماشي بص واحده اسمها الفا 1 الفا 2 بيتا 1 بيتا 2 يبقى كام واحده؟ اربعه. وما انت هتعمل ايه بقى؟ حلقه البوليبيبتايد تبقى عامله زي الكوره كده اهي اهي الفا 1 الفا 2 بيتا 1 بيتا 2 حلو. كل بولي بيبتايد من دول حط فيها ايه؟ هيم اهو. انا هرسم عن طريق كده. حلو كده؟ كل شكل من دول يعني يا دكتور يا سرحان بقول لك الكلام ده سرحان برضه. الشكل اسمه صاب يونت اسمه يا ولاد ها؟ يبقى الصاب يونت بتتكون من ايه؟ بولي بيبتايد وهيم. حط الاربعه مع بعض بقى اسمهم ايه؟ هيموجلوبين. يبقى الهيموجلوبين نعكسها بقى بتتكون من كام صاب يونت؟ اربعه صاب يونت. كل صاب يونت عباره عن ايه؟ بولي بيبتايد الفا 1 او الفا 2 بيتا 1 او بيتا 2. طبعا يا جماعه انتوا عارفين البولي بيبتايد مختلفه في ايه؟ ترتيب وعدد الامينو اسيد. ترتيب وعدد الامينو اسيد. طيب بولي بيبتايد جوه البولي بيبتايد في ايه بقى؟ دي عباره عن ايه؟ كاتنين سبسنايد وايه مع اثنين جلاسين. حطهم مع بعض الناس مش مركزه ودي اول حته ما فهمهاش. اعمل بايرول والبايرول تضرب في اربعه يعمل بروتو بورفرين. والبروتو بورفرين تحطه مع ذره الحديد بقى اسمه ايه؟ حديد ثنائي ولا ثلاثي؟ ثنائي. في الراس ده سؤال ام سي كيو في الراس حديد المبيل في الراس. كده بقى عندي كام سب يونت؟ اربعه. الاربعه مع بعض الجزء الكبير اسمه ايه؟ هيموجلوبين. اسمها ايه؟ وظائف الهيموجلوبين طبعا كلنا عارفينها، يشيل الاكسجين والسي او 2 ويشتغل كبقر يعني بقر يعني الهرمون. حد عنده مشكله كده في قسم النهارده؟ قسم النهارده تقريبا اهي مراعاه للشعور الامتحان خلاص؟ طبعا يا جماعه بقى الامتحان بتاع الدراسه لما لقيت امبارح واحد بيكلمني ابوك كلمني بيقول له يا دكتور معلش بقى انا عنده امتحان انا بقول له اسمعني يعني. يا عم ده كمان واحد في سنه ثانيه. تخيل معلش يا دكتور سامع حد الطلبه كلها بتحب بس قلت له ماشي وعارف ان النهارده في امتحان بس لسه جيت في امتحان ماشي. بص يا جماعه انا في امتحان بس امتحان انا بص يا جماعه انا عارف ان انت عندك امتحان وده اول امتحان